السلام عليكم. السلام عليكم. فيديو جديد طنارة قشاف. فيديو واحد شوية كوميدي مغربي كوميدي خفيف ظريف ان شاء الله. كما شفتوا معايا الخنوس كون ما لعبش الكره هو مقصر في الاول. غنى لكم مره وتلموا واحد الاقبال كبير على دوك الطيارات نتاع رايانير. حتى سمعوا معايا كي ولا قال لك المطار. فيديو كوميدي مغربي تسناو كوميك في هذا الفيديو هذا. سمعوا معايا مره خويا بقى الاربعاء راه خميس ولاد عياد الجمعه قبل ما نسنطح على السبت سوق الزفت ولاد النمي حد بوعقبة على الاثنين دار ولد زيدوح على شكون قال الاثنين ثلاث بني ملال الاربعاء القيل بن صالح على ازرزو على بلوطن تلوانو ناصر كان يعرف انا رهي والسماني لنا ضينا زرزو في مضغاس. تحياتي لكم من بني ملال والعمالة. ولا بحال الكيران رايانير. قال لك الاحصاء. سلام معك صحاب الاحصاء. شكون صحاب الاحصاء؟ ايه اش بغيتي؟ جينا غنطرحوا عليك بعض الاسئله وغتجاوبنا عليها وغنمشيو بحالنا. فين غاديين؟ حنا صحاب الاحصاء غنسولوك شي اسئله وغتجاوبنا عليها صافي. ايه شنو سميتك؟ شكون؟ انت سميتك؟ عبد الله. عبد الله. كنيتك؟ مالها؟ شنو كنيتك؟ الكعبي. الكعبي مزيان. مزوج؟ شكون هو؟ انت واش مزوج؟ مزوج؟ لا ناوي. اذا عازب. فين ساكن؟ فين ساكن؟ أنا؟ في الدار. يمشي لكم منزلا. كاري ولا شاري ولا راهن؟ شناهي؟ الدار اللي ساكن فيها واش كرا ولا شرا ولا راهن؟ ديال خالي. قلت له حاجة هاد الحبس هذا. قول لي فايت سافرتي على برا؟ أنت واش فايت سافرتي على برا؟ شكون؟ أنت فايت سافرتي؟ فين؟ واش خرجتي من مراكش فايت سافرتي؟ ايه مشيت هذا السبيطار العسكري. انت اش هاد الحبس هذا؟ واش فايت سافرتي؟ هذا راه ماشي تسافر مشيتي السبيطار انت. ايه حجيت بعيد على الدار داكشي علاش؟ اني مصيبة لا شنا لا 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 انت شحال تتخلص؟ شكون؟ فلوس شحال تتشد؟ فياش؟ في الخدمة ديالو. ايه خدام انا خدام. شحال تتشد فلوس؟ اش نشد؟ مشا مشارجي 5 دراهم ولا شنو؟ تجاوب ناصح. شحال تتخلص في الشهر؟ الخلاص. بدون ما خدامش. عندك شي حاجة أخرى؟ غنزيدوها. شكون أنت؟ قلنا لك صحاب الاحصاء وجيت غنسولك شي اسئله وغنمشي. ايه فين غاديين؟ فين غنمشيو؟ صافي سالينا الاسئله. اش من اسئله اللي سولتك دابا؟ ايه مالهم؟ المهم ما تشوش على صحابنا ديال البومبا كوميك. المهم هذا دار عليه نتاع ما كاينش كاع
كما قال ليه وحال حتى 5 دراهم كامله مشارجيها. صيفط لهم يا ابيرمو. اوكي فيديو اخر انا نتكم كوكين تكومي ترى معايا القائمه. قال لك واحد السيده مشات دخلت مع الدخول المدرسي بياسي ودخلت ولادها للمدرسه وشوفوا القائمه ديال الادوات المدرسيه. الادوات ديال وليد صغير عنده 4 سنين. 4 سنين. دو بواس ديال كلينكس، دو بواس ديال لي لانجيت، جوج ديال لي باكي ديال ورق التواليت، بالسيف كيمشي ياكل كوتي وكيجي هادشي اللي كيدير عندكم. جوج ديال لي غام ديال البابي كل وحده فئه 1000 ورقه. باكي ديال بابي سادي بار وباكي ديال بابي كونسون هذا عاد اركيتيكت. جوج العلب ديال الاقلام ملونه الحجم الكبير بيكاسو. 6 ملفات ورق مقوى، 6 لصاق جاف، 6 اقلام الرصاص من نوعيات. وهذا راه الدفوع، هذا راه جهاز حتى الدري اللي سالين كندهزو لي في بدايه السنه هاز معاه مكتبه. صور ديال الحيوانات والله الا مزيان مزيانه فينا زيدونا. صور الزهور البالونات، شي باغي يزوق القسم على ظهرنا، شي باغي يشري الماتريال ديال المدرسه على ظهرنا. دخلت عليكم غير مجله هاد الدري اللي سالين كندهزو لي بحال العروسه بدايه السنه. زيدوا على المصاريف ديال لاسيورونس والخلاص والخ الخ الخ ملي كنصيفطو في المدرسه اش كيجيب لينا. غادي ياكل بوتي جايب بوتي دي بوتي جيب بوتي شي حاجه ما شناها الا من رحم ربك واللي والديه شويه فايقين وكيتعاونوا معاه شي شويه. الله عنده الاولاد هادي فهم مزيان هاد اللقيطه هادي. انا منهم. اوكي قال لك اسيدي السؤال الذي حير الجميع، علاش الجاليه المغربيه كتدوز العطله في المغرب؟ تونسيين في تونس والجزائري كيجيو عندنا للمغرب. شو لي سبور؟ يا اون كيستيون كي مي تاريفي دون ما تيت، جو مي سوي دي بوكوا لي ايطاليان ليتي ايل بارتو ان ايطالي، لي اسبانيول ليتي اي فون ان اسبان، لي ماروكان اي فون او ماروك، لي تونيزيان باراي اون تونيزي، اي نو لي الجيريان بان اون فا او؟ اون فا او ماروك، اون فا اون تونيزي. On va en Grèce, on va en France, dans le sud, et on va pas en Algérie. شاهد شاهد من أهلها حيت ما كاش يا خو اللي ما فهمش حيت ما كاش يا خو. صحاب مجموعين في قهوة. واحد تكوميكا حتى هي حرصت أنني نحطها هنا. قال لك النوع الرابع. المهم كاينين 4 الانواع على حسب ما قال السيد ديال بنادم ديال انسان ديال العقليه زعما الانسانيه عقليه بنادم. المهم هاد السيده اللي هنا كتبت انا النوع الرابع ولا السيد اللي هنا قال لك غيتابعها جلاله بالنفخ. ناض واحد قال لهم الدراري شبان لكم مشيو شفشاون اي نوض مول الافكار شي يقول وي عرفتي شفشاون فيها واحد بدا يهضروا على شفشاون تول المتعه ديالو ونهضروا على شفشاون. اي نوض الثاني غادي يقول له وقتاش نمشيو حيت خصو لاكسيون ما عنده يدير هو بالهضره على شفشاون يتحرك ما وقتاش نمشيو. النوع الثالث عنده مع البروسيس فينا نمشيو فينا نسكنوا شحال تكلفنا تران طوبيس الجو خصو يعرف. هذا هو النوع اللي كيكون تيجي مع داك التخطيط ايطاب باغ ايطاب. النوع الرابع غيمشي لشفشاون غير حيت نتوما غاديين. هذاك النوع عنده مع العلاقات هو تيعيط لك يجلس معاك يستمتع معاكم في الجلسه. هو عنده الغرض غير في الجلسه معاك هو ما تتهمولاش فشاون لا القهوه اللي جالسين فيها نتوما هو باغي عاد الجليسه هذه. كل نوع من هذه الانواع عنده طريقه التخطيط ديالو مختلفه. النوع الاول ديال الافكار هذاك تي برين ستورمي تيبقى في دماغه تيقاد لا ستركتور. الاخر خصو ورقه وستيلو. مون لاكسيون تيتعلم اون فيزون لي شوز كيدير لاكسيون ومن لاكسيون تيخرج خلاصه وكيدير لاكسيون اللي موراها بلا ما يكون كاتب. يعني التخطيط عنده باغ اكسيون لاكسيون هي اللي كتعطيه الفيدباك لابراتيك اللي الاخر كيدير ريزو ريلاسيونيل كبير والريزو هو اللي كينجحوا في الحياه المهنيه. فهمتوا صافي ديك داك الرابع ما تحقروش داك الرابع ما تحقروش. حيت هذيك انت هو بغى هذيك الكريسه وبغى فين ما مشى تيمشي معاهم ما عندهاش مشكل ما عنده ما تيقول الراي ديالو ما والو. ايه هو المهم جالس بديك الكليسه حيت هما غاديين حتى هو بغى يمشي حيت هذاك سي ان ريزو غولاسيونيل هذا لو ريزو بينفع من بعد تينفع بزاف الحوايج خصك تستغل مزيان. اوكي نكملوا ديما لقطات مغربيه. اول جمعه غادي ندوزها في مدينه فاس بغيت ندير سكسو في دار لاله الله يرحمها
في نفس البلاصه اللي كنت تكون جالسه فيها، ونخرج ونعطيه الناس الحومه العزاز اللي توحشتهم اللي كنشم فيهم ريحه جداتي. عيطت البنت لاله زهره صاحبه جداتي، حتى هي كانت من احسن الطباخات في المدينه القديمه. المهم بنتها مدرا عندها البركه ديال الناس القدام، الله يرحم القبر وما خلى، ويرحم جدودنا اللي خلونا عادات وتقاليد وطبخ نكونوا مفتخرين به ونخليوه لولاد وليداتنا. شوفوا ما شاء الله الطبخ المغربي يطلع الاول عالميا. امامي كنهز راسي ونشوف ما شاء الله هذا الخير اللي خلاه الصانع التقليدي المغربي وجدودنا، كنقول الحمد لله اللي راني مغربيه. اللهم لك الحمد. ومن هذا المنبر كنقول لكل واحد متغرب بحالي، نحن سفراء لبلدنا، نعطي لبلادنا احسن صوره ونوصل للمغرب العالمي. احبكم. باقي التكوميكا قال لك المغاربه فين ما مشاو عالم. هكا دايرين المغاربة الحمد لله فين ما مشاو. لا واحد خصني نبينو لكم هكا واش راك واحد ما كاينش هو اللقطة الكوميك تاع واحد السيد ولا سيدة بليطو دارت بحالو. شوفوا الفيديو. عارف اليوم شنو كاين؟ شنو كاين؟ ها؟ شنو كاين؟ كورة ولا؟ لا ماشي كورة. علاش قلت لك بركة واش راك؟ الله يبارك فيك. عاشورة. اليوم شنو هو اليوم بالضبط؟ اليوم الحد. اليوم الحد. اليوم ماشي الحد. واش تايلا فايق؟ يلا فقت من العاسة. اليوم ثلاث فاتح محرم. محمد فتح محرم. شنو هو فاتح محرم؟ عيد عيد هو راس العام ديال المسلمين. راس العام تعرف راس العام ديال المسلمين؟ راس العام كاين السنة الميلادية وكاين السنة الهجرية. كتعرف العواشر؟ امتى كيكونوا العواشر؟ تيكون العواشر في وقت يكونوا بالليل مع السبعة ولا مع الثمانية. ياك اش من عام حنا دابا في السنة الهجرية؟ اش من سنة هجرية حنا في؟ احنا في سميتو في عام اش من عام حنا في الميلادية؟ اختي راه حنا في 2000؟ 2000 و 2008؟ واش دابا قولي واش بصح ما عرفتش راسك اش من عام انت؟ لا خليها طلعت الخرز وشي خدمة. اش خدام؟ خدام انا في سميتو في الباتيسري. في الباتيسري؟ ايوا سيدي سير الله يسهلك خدام اليوم وخا العواشر. خليها الله. عافية سمح لنا ما بنضحكوا على شي حد ولكن كاين شي لقطات هذا الشيء اللي عطى الله بعدك فين تجيك؟ ما عندكش ما دير هادشي اللي كاين ولا لا الله نسالو مع هاد اللقيطه هادي واش ب 500 لا يا كوم كات شحال من واحد وشي حاجه اخرين ما عجبتهمش ولكن السيده تعطي عبره ناضيه ها هي تشرح هاد السيده سميتها هند مسعد قال لك طلبات 500 درهم في الصداق وانتوما شحال كتطلبوا في الصداق ويقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أكثرهم بركة أقلهن مهرا أكثرهم بركة الدرهم هذه في الصداق
اسمعوا معايا، انا بغيت نكتب، انا بغيت غير 200 درهم والعدول قال لالا نكسبوا 500 درهم حسن. الصداق كان اخر همي، العرس كان اخر همي، الهم ديالي الاول هو الاحتواء وال ونعيش اللحظات ديالي، نعيش اللحظات ديالي جميله مع الزوج ديالي، والانتماء والاستقرار والامان. كنتي عند زوجتي ومده وصداق طلبتي 500 درهم؟ اه عطيتي 500 درهم كاش ماشي فيرمون، 500 درهم. دابا كنسمعوا مؤخرا بعض يعني عاوتاني حتى الثقافه المغربيه كتحاول حتى هي كتضغط عليك نوعا ما في هذا المساء. ايوا هنا بغا يكثروا بها السيو بزاف ديال الافكار وبزاف ديال واش كل واحد اش تيقول، ولكن انا عطيكم واحد الراي ديالي خفيف جدا. هاد السيده هادي بيان سور مثقفه وقاريه وبيان سور عندها حياه بين عندها حياه زعما خدامه شي اللي من بين معني لكم، ماشي بحال ما عندها حتى علاقه بواحد الوحده اللي ما خدامش واللي تيبان ليها الحياه ديالها والاستقرار ديالها كله غادي يكون في الزواج. وبيان سور تبقى العقليه، كاين الناس اللي غادي يقولوا ان ما كافيش، والناس اللي كما قلتي كما قلت لكم السيده يعني بخدمتها بديالها بعقليه ديال الناس اللي تيطوروا من راسهم ويزيدوا من راسهم، اللي قدامهم هما اللي تيصوروا الفلوس، يعني ما يخليوش ان داك ما تسناش انا الفلوس، هي زعما ما تسناش الفلوس ديال الصداق هما اللي بيزيدوها ولا بيعاونوها ولا يخليوها تحس براسها انها ما محتاجش. هادشي علاش هاد العقليه ديالها. انا متفق معاها في هاد الجهه بيان سور ان تسهيلات في الزواج تيخليو الازواج يتزوجوا. ما تجي وحده تقول لها بغيت 10 المليون بيت، وكاين اللي تيقول دابا بيت جوج ثلاثه، الواحد ما عندوش عارفين وما عندوش تيقول لها بيت جوج ثلاثه، بيت تبقى يبغى لا المهم حنا تنضحكوا، ولكن هذا هو الواقع. الواقع هو ان البركه ما تبيعوا سختو الوالدين اللي تيبداو تيبيعوا في سميتو في بناتهم، والرجال اللي قد شي حاجه راه مزيان اللي قد تيعطيتي. انا ما تنقول 500 درهم متفق على 500 درهم، بالعكس اقل حاجه واحد 5000 درهم نورمالمون اقل حاجه انا شي تيبان ليا، ولا كاع 3000 اقل حاجه. ولكن المهم خاص شي حاجه قبلات السيده و 500 درهم البركه الخير والبركه، هذاك الخير والبركه. حيت الناس الزواج تيعني بزاف د الحوايج اخرين، ما تيعنيش ان المراه تحط ليها فلوس في الكوت، ما تيعنيش زعما غير المهر ولا غير الصداق. والله ييسر الجميع. هي هو انا علاش قلت هاد الهضره، حيت تسهيلات ديال الزواج تيحيدوا معدل العنوسه في المغرب، ينقصوا منه راه ولا كثير جدا، والناس والرجال تيهربوا من الزواج. علاش تيهربوا من الزواج؟ على هذا الشيء هذا نتاع العيالات تيطلبوا صداق كبير ولا هما ما عندهمش، لا لا تعاونوا. التساهلات هما اللي تيخليو المجتمع يزيد لقدام، وهذا الشيء اللي تنقول. خليناكم على خير، شوفوا الفيديوهات الجايه.